بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عملنا فكرة البارامترز لما تكون مع البرايم ريكونستراكتور. طب لو كانت مع سكند ريكونستراكتور يا ترى هنعمل ايه؟ فمحتاجين نعمل مثال ويكون الكلاسز بتاعتنا المرة دي فيها سكند ريكونستراكتور، وعايزين بقى نتعامل مع سكند ريكونستراكتور. فانا اعمل مثال تاني، سميت كلاس، الكلاس ده سميته بيرد، الطيور يعني، وعامل اوبن كلاس عشان اقدر اورث منه، وعملت فيه بروبرتي بسيطة اسمها كان فلاي او اندرسكور كان فلاي، والديفولت فاليو بتاعتها فولس. والكونستراكتور بتاعي باخد هو البيرد ده كان فلاي ولا يعني مش هيبقى او كان نوت فلاي يعني. فكل الكونستراكتور بالنسبه لي سكندري كونستراكتور عادي بياخد قيمه ترو اور فولس. وفي فانكشن بسيطه هنضيفها على الكلاس اللي اسمه بيرد ده، في ان هي تعمل ايه؟ هنطلع مسج بسيطه جدا، بيقدر يطير ولا ما يقدرش يطير. ازاي؟ بقول if ان underscore can fly، طبعا ما كتبتش equal true، معناها ان هي equal true by default. ف if ان underscore can fly equal true يبقى هيبرنت بس ليا bird flying now، خلاص كده الطائر بيطير دلوقتي. else يبقى معناها ان ال can fly واخده false، فمعناها ان البيرد دوت مش هيقدر يطير. فهقول له طبعا ان البيرد ده مش قادر يطير. فالفانكشن دي سيبك منها، انا يهمني ان الكونستراكتور اللي فوق مستني مني الترو اور الفولس، ماشي؟ وبرضه يهمني ان انت بتشتغل على فكره الانهيرتنس، فانت فاهم انت بتعمل دلوقتي كلاس اسمه بيرد وده كلاس عام، وهتبدا تشتغل عليه بقى في الايه؟ في كل نوع بقى. مثلا عملت الداك مثلا، انا افترض ان الداك دي مثلا ما بتعرفش تطير مثلا. طبعا في انواع بتطير، انا مش قضيتي، بس انا دلوقتي بدي فور اكزامبل بس عشان بعد كده تعرف تستغل الكلام ده زي ما انت عايز. فعملنا كلاس اسمه داك بيورث من البيرد، يبقى لازم ابعت للكونستراكتور بتاع البيرد الفاليوز بتاعتها. فقمت عامل كلمه كونستراكتور زي ما انتم شايفين في الدك، واضطريت انادي على البيرد بكلمه سوبر. سوبر كان فلاي ايكوال فولس، طبعا مش لازم اكتب كان فلاي بالساوي، ها بكتب فولس وخلاص. كده اهو انا عملت كولينج او بعت سبميت البارامتر فاليو اللي هي كلمه فولس ليه، مين؟ للسوبر اللي انا وارث منه لما يكون سكندري ايه كونستراكتور. هي دي الحته اللي انا عايزك ايه تبقى فاهمها كويس. جوه الكونستراكتور برنتد ان انا داك باي ديفولت كان نوت فلاينج، دي المسج اللي جوه الكونستراكتور ده. طبعا ما ننساش ان الكونستراكتور اللي فوق اللي خاص بالبيرد هيشتغل الاول وهيظبط القيم اللي موجوده. هو بس كان الكونستراكتور اللي فوق ما كانش بيطبع حاجه، احنا كنا بس بياخد القيمه اللي انت بعتها اللي هي المفترض فولس. فلو جينا بقى عشان ننفذ الكلام ده ونشوفه قدام عينينا، احنا اهم حته بس ما تنسوش كلمه سوبر، هي دي القضيه كلها اللي احنا المميزه عندنا في ان احنا نخلي ان انا اعمل كولينج لسوبر سكندري كونستراكتور. لما جيت عملت فار دي وقلت دي داك وقلت دي دوت فلاي فهيطير، فقال لي طبعا داك باي ديفولت كان نوت فلاينج، ان شغل الكونستراكتور ويطلع لي الايه الرساله اللي انا عايزها في الاخر، ما عندوش مشكله خالص. يبقى احنا كده وصلنا ازاي نعرف ناكسس الايه نقدر ناكسس بتاعت السكند كونستراكتور. وطلعت لي طبعا بيرد كان نوت فلاينج، دي طبعا من مواقع الفانكشن اللي اسمها فلاي اللي احنا استدعيناها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.